النائب من وين فوت؟ ممكن تقول 50 دائرة. النائب في المجلس الوطني الأول أسامة الشاهين قال أن الصوت الواحد يذكي النفس الطائفي والقبلي. ما تشوفه صح اليوم أذكى النفس الطائفي والقبلي؟ شنو السؤال اللي ورا تكفى؟ لا لا ما يصير هذا، هذا ايش ما ترد عليه؟ منطق رجل يقول لك هذا يذكي النفس الطائفي والقبلي، وفي عندنا طائفية وقبلية اليوم. صحيح، على ايام ما كان في طائفيه ولا قبليه، على ايام ما كانت قبائل تحتكر الكراسي وتحرم القبائل اللي اقل منها عددا. نعم، لا صح، كلامه عدل، كلامه عدل. كان وقتها لما يدخل الاخوان المسلمين يدخل جميع الافرع الدينيه الاخرى معه، ما كان هو اللي يحتكر. اقول هذا عايش في عالم افتراضي، هذا مو عايش في الواقع معانا. ليش؟ بس يا عمي انا عندي له سناب كامل، بس حط اكو واحد يقول جمله اخرها عكس اولها، هل يدافع عن الدولة؟ وتالي تقولون ايش قضايانا خسرانة؟